في كلمة في القانون أو في العقود دايما بتثير لغط اسمها مشاهرة، والمشاهرة دي بتبقى في عقود الإيجار، وكانت في عقود الإيجار القديم، وكان دايما حوالها اختلاف، وفقهاء قانونيين كانوا بيحتاروا فيها. عقد المشاهرة يعني انتهى عقد الإيجار بعد شهر، ولا معناه ان عقد الإيجار ممتد لا ينتهي أبدا؟ محكمة النقض تدخلت بحكم لافت في هذه القضية، يشرح وضعية عقود الإيجار التي تخضع للقانون المدني. بيقول أن العقد يجب أن يكون له مدة محددة، وإن لو مدة العقد ما تحددتش في العقد فالعقد يعامل على أساس أنه مستمر للفترة طول ما أنت بتدفع إيجار. كمان الحكم بيقول غير مسموح للقاضي يتدخل ويحدد مدة العقد أو يغير إرادة المتعاقدين إلا لو في سبب قانوني. طيب فاهمين حاجة؟ طب خلونا نفهم أكتر. معايا سيادة الأستاذ عمرو عبد السلام المحامي بالنقد. أستاذ عمرو مساء الخير. أستاذ عمرو هنحاول نكلمه تاني، لأن هذا التفسير أو هذا الحكم الذي أصبح ملزما، وأنتوا عارفين محكمة النقض هي أعلى محكمة، وعندما تقر قانونا يبقى قاعدة قانونية خلاص، ما حدش يقدر يغير هذا القانون، الموضوع منتهي، وأي أحكام بتصدر تصدر بناء على حكم، يقول لك استنادا إلى حكم محكمة النقض رقم كذا. أستاذ عمرو مساء الخير. مساء الخير خير بيزا صحت معليك. ازيك يا فندم، أخبار حضرتك إيه؟ إيه اللي يعني حكم محكمة النقض النهاردة في خصوص بخصوص المشاهرة؟ تمام. هو طبعا بداية قبل ما أعلق على حكم محكمة النقض، هو القانون المدني ادى الحرية للمالك والمستأجر في ان هم يحرروا عقود الإيجار التي تم إبرامها بعد عام 1997، ويضعوا فيها ما يعن لهم من بنود وشروط دون الخضوع لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل القانون القديم. نعم. وبالتالي طرفي العقد سواء كان مالك او مستاجر بيحددوا اهم بنود العقد، سواء من حيث مده هذا العقد او القيمه الايجاريه المتفق عليها. نعم. وبناء عليه يا فندم يجب على المالك والمستاجر ان هم يحددوا المده التي ينعقد بها عقد الايجار، وان يكون هذا الاتفاق مكتوب في العقد. طيب لو فرضنا ان المالك والمستاجر ما حددوش مده العقد، وتم وضع كلمه مشاهره في عقد الايجار الخاضع للقانون المدني. نعم. اللي بيحصل ان القضاء، يعني هو حكم محكمه النقض رغم ان هو لسه صادر حديثا، ولكنه اكد ما اصدرته محاكم اول درجه وثاني درجه في المئات من احكامها، انه في حاله وجود كلمة مشاهرة في عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني، فده بيعتبر أن هذا العقد مدته هو المدة المحددة لدفع القيمة الإيجارية، يعني بينعقد لمدة شهر واحد. نعم. وبعد انتهاء هذه المدة لو أراد أحد الطرفين سواء كان المالك أو المستأجر إن هو ينهي هذه العلاقة الإيجارية، فمن حق ما عليه إلا أن يقوم بتوجيه إنذار رسمي على يد مخبر للطرف الآخر ينبه فيه عليه بأنه لا يرغب في تجديد مدة العقد، ويطالبه بتسليم الوحدة السكنية. تمام. التغيير الذي حدث دلوقتي بعد حكم النقض، هو طبعا بعد صدور حكم محكمة النقض كل العقود التي تم إبرامها دون تحديد مدة العقد فيها تعتبر أن مدتها للمدة المحددة لدفع الأجرة، وهي مدة الشهر، وبالتالي بيحق لأي من الطرفين أن هو يفسخ هذا العقد. أي من الطرفين؟ بس أنا ما فهمتش ده من حكم محكمة النقض، لأنه بيقول لو مدة العقد لم تحدد سلفا
فالعقد بيتعمل على اساس انه مستمر طول ما انت بتدفع الايجار. بالظبط كده يا فندم، ولكن برضو اضاف الحكم ان مده العقد هي المده المحدده لدفع القيمه الايجاريه، وبالتالي بيحق للمالك لو اراد ان هو ينهي هذه العلاقه ان هو ينبه على المستاجر بعدم رغبته في تجديد العقد وفسخ العقد وتسجيل ده بسبب وجود كلمه مشاهره. بالظبط كده يا فندم، يعني اي حد دلوقتي عنده مستاجر قديم وفي مشاهره في العقد يقدر يبعت له انذار ويقول له انت من الشهر الجاي انا مش هجدد او مش هفسخ التعاقد. خير بيه، نفرق ما بين المقصود بالقانون القديم او العقود التي تم تحريرها في ظل القانون القديم اللي هو قبل 96، اللي هو قبل سنه 96، ده ما ينفعش ان احنا نتدخل فيه. يعني حكم النقض لم يعني هذه العقود التي تمت في ظل القانون القديم، ولكن احنا بنتكلم على العقود اللي هي تمت بعد 96 او 97 اللي هي اعطت للمالك والمستاجر حريه التعاقد على ما يشاؤون من بنود وشروط. لو ان هذه العقود كانت موجود فيها كلمه مشاره فالعلاقه الايجاريه بتنتهي بالمده المحدده لدفع الايجار، يعني مدتها شهر واحد بس. مفهوم. مش عارف ده هيعمل مشكلات لناس كتير ما كانتش فاهمه الجزئيه دي وهلاقي ايه بالظبط يعني. لا والله بص يا خيري بيه، هو الحكم مش هيحدث اثر قانوني ما كانش موجود قبل كده، لان الكلام ده كان معلوم للكافه. اي مالك عنده عقد ايجار مكتوب فيه ان مده العقد مشاهره وتم تحريره في ظل القانون المدني ويخضع للقانون المدني، بيحق له ان هو ينذر المستاجر بانهاء العلاقه الايجاريه قبل انتهاء العقد ب 15 يوم ويرفع دعوى قضائيه للمطالبه بانتهاء العلاقه الايجاريه وتسليم الوحده السكنيه. يعني حكم النقض ما استحدثش شيء جديد ما كانش موجود في ظل سريان هذه العقود. انا بشكرك جدا سياده المحامي بالنقد الاستاذ عبر عبد السلام، بشكر حضرتك جدا.